كما ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. بعد التحية، يعني ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم وثابت، ومصر دائما تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. كيف ترى دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات الراهنة حاليا؟ مساء الخير. هو دور مصر الحقيقة في دعم الأشقاء بشكل عام في العالم العربي والعالم الأفريقي يعني لا يزايد عليه، ودور مصر ثابت. وشفنا مؤخرا كان في مساعدات مصر للإخوة في ليبيا وفي السودان وفي غزة، وغزة تحديدا والقضية الفلسطينية تحديدا هي أكثر القضايا العربية التي يعني استنزفت مصر، أو يعني مصر ساهمت فيها بقدر كبير جدا منذ ما قبل 48، مرورا بالحروب اللي خاضتها طوال صراع العرب الإسرائيلي. ويعني قدمت مصر الدم والمال وتأخر التنمية بسبب هذه الحروب، وحتى في الأزمات واللحظات الحرجة والتوترات كانت مصر دائما هي التي تعمل على إنقاذ الإخوة الفلسطينيين والدم الفلسطيني في أي أزمة أو أي حرب أو توتر. وده مش غريب على مصر، لأن مصر بتتعامل من واقع التزامها الأخلاقي والتاريخي كدولة عظمى في الإقليم وكدولة كبرى وشقيقة كبرى. لكن الحقيقة أنا في السياق ده طبعا ما هو ما قدمته مصر في الأزمة الأخيرة هو مماثل لكثير مما قدمته مصر في أزمات دائمة ومتكررة في على أرض غزة أو في الداخل الفلسطيني. لكن هو ما أشير هنا أنه يجب علينا جميعا أن نحذر كمصريين وكعرب أن المخطط كبير، يعني المخطط الذي وعدته مصر في عام 2013 بثورة 30 يونيو، وكان قارب المخطط من نهايته من تفتيت المنطقة إذا سقطت مصر وإذا يعني ضعف الجيش المصري لا قدر الله. فبعد ذلك صارت يعني مخططات بديلة كثيرة لتفتيت المنطقة أصبح الآن هو الأمر هو تفتيت المنطقة بعد إسقاطها، وإسقاط المنطقة يعني تسقط المنطقة إذا لا قدر الله سقطت مصر أو ضعفت مصر أو ضعف الجيش المصري. ولذلك يعني أنا معلش بوسع الدائرة شوية، لأن لابد أن ننبه في هذه الظروف الحالكة السواد أنه ما يحدث هو الآن هو حرق الأطراف للتأثير على القلب، يعني حرق الأطراف حوالين مصر، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في السودان، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في سوريا، وأخيرا ما حدث في غزة. فبالتالي هو المراد والمخطط له هو حرق الأطراف للتأثير على القلب، لأنه إذا تم التأثير على القلب بالشكل المخطط له خلاص هتنتهي الأمة يعني العربية. نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بإعلان دولة مستقلة للأشقاء الفلسطينيين. وأشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف.